بالجملة 306 خريجين هم أفراد الدفعة السابعة للمعهد العالي لإعداد المعلمين بأنجمنا تخرجوا من مختلف الأقسام بعد أن تلقوا تأهيلا مهنيا استمر لثلاث سنوات وفق نظام الـLMD المعمول به في مؤسسات التعليم العالي بالبلاد. وسميت هذه الدفعة باسم الدكتورة حميدة أبراس رحمة مديرة الدراسات بالمعهد حاليا. الخريجون وعلى لسان ممثلهم أبكر محمد حسن شكروا كل من وقف بجانبهم ودعمهم خلال فترة دراستهم بالمعهد. كما قدم الخريجون أيضا توصيات للإدارة العامة للمعهد بأن تذلل الصعاب وتوفر جميع المعينات الأساسية واللازمة لتكوين الطلاب تكوينا جيدا يحقق الأهداف المنشودة. مديرة الدراسات بالمعهد العالي لإعداد المعلمين بأنجمنا الدكتورة حميدة أبراس رحمة أكدت أن الخريجين قد أنهوا كل المقررات المطلوبة خلال ثلاث سنوات وأنهم جاهزون للنزول في الميدان من أجل النهوض بالنظام التربوي في جميع مراحله التعليمية. هذا وقد شهدت المناسبة تكريم بعض الشخصيات التي ساهمت في تطوير المعهد من بينهم مدراء سابقين وأعضاء هيئة التدريس عرفانا بالجهود والتضحيات التي قدموها طيلة فترة تواجدهم بالمعهد. أما الأمين العام لوزارة التعليم العالي البحث والابتكار البروفيسور رينوجي فريدريك فقد هنأ الخريجين بهذا الإنجاز وقال إنهم سيشكلون إضافة جيدة للقطاع التربوي شكرا إدارة المعهد وأعضاء هيئة التدريس على ما قدموه للخريجين خلال السنوات الثلاث وأن التوصيات والمتطلبات التي قدمها الخريجون ستؤخذ في الاعتبار من أجل إيجاد حلول ناجعة لها تساعد في تحسين الأداء ليتلقى طلاب المعهد التأهيل الجيد للانخراط في مجال التدريس بعد تخرجهم مباشرة.